اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده موجهه لكل شخص بيعاني من مشكله النحافه. اكتر من حد بعت لي الحقيقه من فتره طويله: يا دكتوره ارجوكي تكلمي عن مشكله النحافه، بتجرب حاجات كتير ومفيش اي حاجه بتجيب نتيجه. حلقه النهارده هنختصر المشوار، هناخد نوعين من انواع الادويه وهننفذ 6 خطوات. لو عملتوا الحاجتين دول خلال شهر هتبداوا تشوفوا نتيجه ملحوظه جدا، وهتقولوا وداعا للنحافه كده مع نهايه الحلقه دي. خليكم معايا لانها هتكون حلقه مهمه جدا. اي حاجه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. علشان نعرف نحل مشكله النحافه لازم نفهم ايه الاسباب اللي بتسبب النحافه، وليه في اشخاص دايما بيبقى جسمهم قليل قوي ومهما ياكلوا او يعملوا اي حاجه برده بيبقى نفس الحجم. خلي بالكم من اشهر اسباب النحافة هو العامل الوراثي. يعني تلاقي حد في العيلة، الاب او الام او الجد او الجدة، عندهم نحافة، بيورثوا نفس الموضوع ده للاولاد. تاني سبب هو التمثيل الغذائي. يعني في ناس عندها معدل الحرق بيبقى مرتفع جدا عن الناس التانية، وعلشان كده مهما ياكلوا مش بيظهر عليهم اي حاجة لانه دايما معدل الحرق شغال بشكل سريع، وبالتالي مش بتتخزن اي دهون في الجسم او مش بتتخزن اي سعرات. ده غير الناس اللي بتعاني من فرط الحركة واللي تلاقيه طول الوقت مش قاعد على بعضه، لازم يتحرك كتير، يهز رجله دايما، يعني يعمل اي حاجة، المهم ان هو ما يبقاش ثابت. الناس دي دايما بتعاني من موضوع النحافة بشكل كبير. ده غير موضوع الحالة النفسية. وخلوا بالكم الحالة النفسية دي مهمة جدا، لانه في ناس عندها مرض نقص الشهية، ودي الناس اللي بتلاقوها بدأت تخس بشكل مرضي جدا. ده في الاول وفي الاخر عامل نفسي. ده غير عوامل نفسية تانية، زي مثلا في ناس لما بتفرح ما بتاكلش، وفي ناس برضو لما بتزعل مش بتاكل. علشان كده العامل النفسي مهم جدا. اما بقى في اسباب مرضية مهمة جدا، زي مثلا فرط في نشاط الغدة الدرقية، او الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، او الناس اللي عندها مرض السكر. طيب ليه انا قلت الاسباب دي كلها؟ لانه مهم قوي تعرف انت ايه السبب اللي عندك. يعني مثلا انت لو شاكك ان في مشكله عندك في الجهاز الهضمي لازم تكشف. لو انت شاكك ان عندك فرط في نشاط الغده الدرقيه برضو لازم تحلل، علشان الاول لازم تعالج المشكله دي قبل ما نبدا ندخل في علاج النحافه. طيب وعلشان نتاكد ان احنا فعلا هل عندنا نحافه ولا لا، هسيب لكم في صندوق الوصف زي لينك تدخلوا عليه، هتكتبوا الوزن بتاعكم والطول بتاعكم وهيديلكم رقم. لو الرقم اللي طلع لكم اقل من 18.5 يبقى انت فعلا بتعاني من موضوع النحافه. نيجي بقى نتكلم في نقطه العلاج، وخدوا بالكم ان علاج النحافه بالذات محتاج اول حاجه ان انت تهتم بيه وتنفذ كل النقط، ويبقى عندك طول بال علشان تاخد نتيجه كويسه. يعني مش من يوم او اتنين، لا، الموضوع محتاج انك تستمر وتنتظم في كل الحاجات اللي احنا هنقولها. زي ما قلنا العلاج بيتكون من 6 خطوات زائد نوعين من انواع الادوية. نتكلم في الاول في ال6 خطوات. اول خطوة مهمة جدا، وهي ان معظم الناس اللي بتعاني من مشكلة النحافة بتشبع بسرعة، او يعني بتاكل حاجة بسيطة وبتشبع. علشان كده لازم توزعوا وجباتكم على مدار اليوم. يعني مش هتاكلوا 3 وجبات زي اي شخص بياكل، لا، ممكن نخلي عدد الوجبات 5 او 6، علشان حتى لو شبعنا بسرعة نقدر نزود في الاكل. تاني نقطة مهمة جدا، حاول قبل ما تنام تاخد وجبة خفيفة كده. واشهر الحاجات الحلوة جدا واللي بتديك سعرات حرارية وفي نفس الوقت يعني مفيدة للجسم، اشهرهم هو اول حاجة زبدة الفول السوداني، او حفنة من المكسرات. لو المكسرات زي مثلا اللوز او الفستق والبندق، الحاجات دي غالية، ممكن نجيب شوية فول سوداني، شوية لب ناكلهم قبل ما ننام. دي برضو سعرات مفيدة، وخلي بالك انها بتكون سعرات عالية. او ممكن ناخد زبادي كامل الدسم، او نشرب كوباية لبن كامل الدسم. تالت نقطة مهمة جدا، حاول اثناء اليوم تشرب اللي هي الالبان اللي بيبقى عليها نكهات، مثلا زي اللبن بالشوكولاتة او لبن بالفراولة، او تشرب العصاير، لان العصاير الطازجة دي برضو بيبقى فيها سعرات حرارية عالية. او مثلا ممكن تاخد شوية فواكه مجففة اللي بتتباع مثلا في عند العطار، او بتتباع في اي سوبر ماركت. الفواكه المجففة بتبقى في اكلها اسهل من انك تاكل فاكهة كبيرة، وفي نفس الوقت بتاكل عدد اكبر، فالاختيارات دي كويسة جدا. حاول
أثناء اليوم لازم تاخد حاجتين منهم يوميا. رابع نقطة مهمة جدا، ابعدوا عن المية أو عن السلطة أثناء الأكل أو قبل الأكل. ليه؟ لأن الحاجات دي كلها بتنفش في المعدة، وأساسا السلطة كلها فايبرز وألياف، وبالتالي بتحسسكم أن أنتوا شبعانين. فبالتالي أنا مش عايزة أي حاجة تحسسني أن أنا شبعانة، وعايزة أكل أكبر قدر من الأكل. علشان كده لو عايز تشرب مية ممكن تشرب مية بعد الأكل مثلا بساعة، أو لو عايز تاكل طبق سلطة ممكن تاكلها أثناء اليوم، لكن ما تدخلهاش أثناء الوجبة لأن أنت كده هتشبع بسرعة ومش هناخد أي فايدة من الأكل. خامس حاجة الإضافات، حاولوا تضيفوا إضافات حلوة للأكل. هي أول حاجة بتزود السعرات وفي نفس الوقت القيمة الغذائية زي ما هي. من أشهر الإضافات مثلا لو أنت بتعمل طبق بيض مثلا، ممكن تحط فوقيه شوية جبنة موتزاريلا أو جبنة شيدر مبشورة، دي هتعلي السعرات الحرارية بشكل كبير، وفي نفس الوقت مش هتحس بتقل رهيب، لا انت بتاكل نفس الاكل بتاعك. او حاجة تاني مثلا، لما تيجوا تشربوا الشوربة بدل ما تبقى شوربة سادة، ممكن تشتري كريم الطهي من اي سوبر ماركت وتحط عليها مثلا ملعقتين كبار وتقلب، ده هيعلي سعرات الشوربة الحرارية، وفي نفس الوقت انت هتبقى خد اكبر فايدة من الاكل اللي قدامك. نقطة رقم 6 واللي هي نقطة مهمة جدا، انه انت لو عايز تدخن بشكل صحي، دلوقتي احنا عايزين نبعد على ان احنا ندخن باي شكل يضر جسمنا، عايزين نبني جسم بشكل كويس، يبقى اهم حاجة ان احنا نحاول نلعب تمارين بالاوزان او تمارين بالحديد. مش بروح بقى اقول لكم ان انتوا في الجيم موتوا نفسكم وشيلوا حاجات تقيلة، لا، ان انت ممكن حتى تبدأ بوزن نص كيلو وتزوده كيلو وبعدين كيلو ونص، تلعب على الاقل مرتين في الاسبوع بالاوزان الحديد. اللعب بالاوزان بيبني العضل وبيديك قوة كويسة، وفي نفس الوقت بيفتح الشهية جدا، ده غير ان السعرات الحرارية اللي بتبقى في جسمك بتتجه كلها علشان تبني العضلات، وبالتالي فان اللعب بالاوزان ده مهم جدا. وبكده يبقى احنا عرفنا ايه هي الست خطوات اللي احنا هنمشي عليها علشان نزيد في الوزن. نيجي بقى نتكلم في نقطة الادوية. قبل اي حاجة اوعوا تجربوا اي دواء او اي خلطة يقولوا لكم عليها انها بتزود الوزن، لان معظم الحاجات دي بيبقى فيها تركيبات خطيرة وبيحطوا ادوية ملهاش اي علاقة، مجرد انها بتنفخ وبتملى الجسم بالمية، وبالتالي احنا ما استفدناش اي حاجة. ركزوا معايا، هنستخدم نوعين من انواع الادوية. اول نوع هو اقراص او شراب فاتح للشهية. زي ايه؟ اشهر الحاجات واكتر الحاجات امنة، اول حاجة دايجستين، تاني حاجة دايجنورم، تالت حاجة فيتافوس. التلات حاجات دول ممتازين جدا وامنين جدا، مفيش منهم اي مشكلة. لو كانوا شراب هتاخد ملعقة كبيرة قبل الاكل بساعة، اما لو اقراص هتاخد قرص قبل الاكل بساعة. الحاجات دي فواتح للشهية امنة، هتاخدها قبل الاكل بساعة، هتحس ان انت بعدين عايز تاكل كمية اكبر، تاخدها 3 مرات في اليوم، وحسب لكم الاسماء والاسعار في صندوق الوصف. تاني نوع من انواع الحاجات اللي هناخدها هو مكمل غذائي. محتاجين جدا طبعا اثناء رحلتنا مع مشكلة النحافة ان احنا ناخد مكمل غذائي علشان يمدنا بسعرات حرارية، يزود الوزن، يزود حجم الكتلة العضلية، وفي نفس الوقت بيبقى زي كده سعرات حرارية بتاخدها على مدار اليوم. من اشهر المكملات الغذائية بصراحة اللي انا بحترمها وبحبها جدا هو جروس فورميولا. جروس فورميولا في منه للكبار وفي منه للاطفال، والاستخدام بتاعه بسيط وسهل جدا. هناخد ملعقتين كبار على كوباية لبن او كوباية مية او كوباية عصير زي ما تحبوا، وتاخدوهم من مرتين لثلاث مرات في اليوم، بس اقل حاجة مرتين، ما نقلش عن كده علشان ناخد الفايدة الكويسة. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي نعالج مشكلة النحافة. زي ما قلنا ان احنا هنتبع 6 خطوات، وهناخد نوعين من انواع الادوية، نوع فاتح شهية وتاني حاجة نوع مكمل غذائي. لو التزمتوا على الحاجات دي فعلا خلال شهر هتشوفوا نتيجة ممتازة جدا، وهتتغلبوا على مشكلة النحافة اللي بتؤرق ناس كتير. خدوا بالكم ان النحافة مش بس المنظر، يعني بيبقى ان هو مش محبب لدى ناس كتير. من اشهر مخاطر النحافة ان انتوا مش بتاخدوا سعرات حرارية كويسة علشان تغذي الجسم، وبالتالي بيحصل تأخر في النمو خاصة عند الاطفال والمراهقين. وتاني حاجة وحشة جدا هي هشاشة العظام علشان نقص فيتامين دي والكالسيوم، لان كده كده العناصر دي مش بتدخل جسمك بكفاية، علشان كده بتحصل مشكلة هشاشة العظام. ده غير مشكلة مش كويسة ابدا، وهي ضعف
الجهاز المناعي انه الجسم اصلا ما عندهوش طاقة مخزنة، وبالتالي هو حتى مش قادر يحارب اي مرض. وفي مشاكل تانية كتير زي فقر الدم ومشاكل في الخصوبة وضعف في الشعر وان الشعر بيقع، ضعف في الجلد، ضعف في الاسنان واللسة، كل دي من مشاكل النحافة الخطيرة. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك، لانه اللايك ده بيحسسني انه الحلقة كانت مفيدة ليكم، وفي نفس الوقت اللايك بيعلي الفيديو وبيوصله لناس كتير. وطبعا ما تنسوش انكم تشاركوا الفيديو مع غيركم علشان ناس كتير منه تستفاد، وسبسكرايب في القناة لو انت لسه جديد معانا. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. واشوفكم على كل خير، اشوفكم في احسن صحة واحسن حال الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.